ما أنت برنامج حكى لنا عن أو ليرة ذو مينيماليزم ما كا لبدي نمي أنا نمي حاجة واحدة وما ما كا رأي كم رأي أختي أنا ما دوبه يا إيدا سمعنا هيا ما دوبه كراني ودارنا صوت يا أمه السلام عليكم سو دو ودو برنامج كي هاجنجت مقلقي مقالكا مانتا مركا ان برنامج كزدوبيا وحكا هرتي رمضان هالمالين بري اوكالي ولا سومياهي ورمضان وحان اذن لايهي رمضان كريم وحان الهي كعصانينا ان ونغرديقا كوي كسوما نبد قب يعافي ماد لغان اقبالو عبادة دودا ايو سونكو دا برنامج كا وحانو كغاهل لنا وحلو يقانو مينيماليزم مينيماليزمكم حو ياهي مينيماليزمكو و هاب نولاليت قوفكو و ملكين ايو وح كوفيلان وح آن بدنين معنى هيدو تاسو ان قوفكو وح كستا او استعمال ايو اي تهي وح كوبان او استغا كوفيلان وح كستا او كبادان او ايبين ايو اما او كسار ايو قرغيسا وح آكالو ليراه دي مينيماليزمكو و waa hab nololeed hormarinaya tayada kana hormarinaya tirada yaani hadii aan example u sameyno waxa weeyaan waxaad fursad u haysaa inaad iibsato 3 shaati lacagti aku iibsan lahayd hal shaati qof kasta dabcan marka la dhaho shaati yani waa $100 3dan shaatiina waa $100 qof kasta wuxuu ku boodi lahaa 3da shaati laakiin quality goodu uu ka xun yahay kan $100 ka يعني مركك واد حكاك لي وقتي بدن انت دقيسد كويس دحشاتي ويان مرك لباد صابونت وي كبدنانيسا دقالي وي كبدناني اكو دقيسي مرك سدحان وي كهر دمانا يعني هلكن شاتي ايكواليتي قال بوسنا وي كبو حين يانو ماشي ادرك غشينيس سدح ماشي غليسيد اي ماشي هل غليسيد اسكوميد ما نقنيان شارسو لكن دتكن وحان نقنا هل شاتي دي لغو اركا مالين كست يعني دتك صاص اي فكرين يحدوني قف مالين بشار لغو اركو لكن قفكم مينيماليزم كحوليه دتك كلاميه دون شامس اداء السنول مركا وحان يدي بوسكا قادانا يعني لعكا لعك بدن كاجليس وحافي عن مركا ان كواليتي ان لغه هرمري كوانتيتي دا سي غري كو كو نوقد غري وح كواليتي او ير ايالان انتي قشين بدن اما در بدن اون فائده كو لهن او مركي با حماناي ليكو اولي لهاين قارك لو خيلين مينيماليزم كو وا ان اد nolosha ka saartid wax kasto aadan u baahneen ha noqoto wax la taaban kara sida maacuunta alaabta dharka kabaha ama in ha noqoto wax maskaxiyan mashquul ka dhigaya sida social media ha kala duwan filimada la daawado ee kala duwan ama series ha noqdaan waxyaabaha soo in aad adiga control ku hin kartid in iyaga control ku weheen in aad adiga xukumi kartid xilliga daawanaysid inta kalena aad u jeheysan tahay ama aad focus-kaagu saaran yahay waxa muhiimka ku ah noloshaada waxa muhiimka waa minimalism ku kala duwanaan kara waxa maadaama dadku ay isku meel ku nooleen qofka magaalada ku nool minimalism kiisa lama mid ah midka ku nool miiga marka minimalism kuna taariikh dheer buu leeyahay kumanaan sano hore ayuu jiray hadaanu eegna diinteena ama rasuulkeena subhanahu sallallahu alayhi wa sallam waxaanu ognahay inuu ahaa qof nolol simple ah kuno sida in boqorado kale muusan haysan dahab taaj ah ama dhar dahaba guri yar ay iska degana guriga dabaq waaweyn mu deganeen muusan lahayn maacuun qurux badan ama wax dahab ka sameysan oo guriga uu ku sharaxdo ama u yaalo yaani nolol wuxuu ku noola runtii fudud sida awgeed waxa kale uu
حتى مركو عبادي سنية ويسديس أهان جرت مد آنان كبدنين وحقو بهنية إنو كويسيست يعني إن كفلان أيو كويسيست سنجريونا لغالين جري بيها وحكستانا مركو عنتان نقطة أما وحكستان نقطة وح قياس له أو كوبان أيو استعمال جري وحيابا أقو هرأي إيكا بلابان مركو حاويان إن وقف قريقي سهرتا ديب أقو نقضو يرادو كبي أسوا كبلابا يا ماشي عنتان وكلا أما جي كذا يرادو ميقا ألابا إيطال طبعا أنا يدان إيقو أبا يعني واحد كباح وحي إيالو لكن مركا ماشي ديب إيقان وحي أركان ألاب بضن باكو تالا محاكو فلسة ألاب تانو لاد ميقا قفا أيا قريقي كلا ديقن marka inta alaabta aadan isticmaalin ay meesha siga jirta ay culays ku heysa ay daqdaqooda iyo hagaajintooda iyo daska tirtkooda waqti ka qaadayo dad ba siin karta wa sadaqaysan karta wa iibin karta dad doonid marka gurigu waa ku fira qoobaya marka kowaad marka labaad waxay eegayaan dharkoodi ama waxyaabo dhar maanta waxa jira qof kasta oo dib isugu noqdo waxa jira intaas oo dhar uusan isticmaalin sanad laba sano وسن استعمال دونين لكن وحكا قاديسا بوس ايي كغليسا بوس بدن اي علاس بدن اي كويسا حتى مركو خرادينيو مركاستا وي كديبيان وخا سو قال ان ان قفكو كبخيو غريسا او قفسيو ددكو وبهانسيو اما او ميلكو صدقيستو هدا هيستيد كابو اد قادن كرتيد خيليغا كوليلا كابا قادن كرتي خيليغا قبو او لبدوا ان دمان kuwa kala soo gadan bi ku waranayn wa inay mid dhamaadaan marku mid dhamaado booskiisa ku bedel marka ka kale xidiidayaan in gurigu uu noqdo hoy aad wax kasta keentid oo kadibna alaabta taalay ay aad u badato oo marka ciriiri nafsiyan aad u gashid energy badan kaaga baxo waqti badan kaaga baxo in alaabta sadaqdid hagaajisid tirtirtid dasta ka qaadid marka inta badan marka minimalismku waxay ku bilaaban qofku inuu guriga horta bilaabo inuu gurigiisa eego skana tuura ama sadaqaysto ama uu siiyo qof kale oo u baahan wax kasta oo isaga uusan u baahnayn oo guriga u dhaxyana qalimanta aan shaqeynina iska tuursid manuel ruux wax soo gadatay alaabti waxa la socota waraaqo iyo buugaag way ku yeelan guriga mana isticmaashid mana isticmaali doontid waa barateba micro waa soo gadatay sidoo isticmaalo baratay laakiin waraaqihiisii oo waaweyn oo yani buug camal ayaa guriga ku yaala kuwaas oo kale inaad guriga ka bixisid cunto aan cuni doonin guriga ku dhaxdaal iska tuur waxyaabo badan marka ayaa jira oo ay dhahan in qofku sameeyo dharkii xumaaday baa kamid ah waxa kamid ah sharabaadadii waxa kamid ah كارر هذا هي ستتود استعمالينين وحاكم إذا وحيابها مسكوش يالك عاجق هذا لما هذا أم هافة وهذا استعمال دونين مركب حصل أن إنه قفكو كسر جوريسا مركب جنانة كم حنا قناع الله بوح أيك سوقين وحويان مينيماليزم قفكو إنه جوريسا وحاء استعماله وبهنية واستعمال إنه جوري كربت waxa kale oo san isticmaaleynina inu guriis ka saaro kow marka labaad maskaxiyan mashquul ka dhigaya sida social media ha kala duwan filimada la daawado ee kala duwan ama series ha noqdaan waxyaabaha soo in aad adiga control ku hin kartid in iyaga control ku weheen in aad adiga xukumi kartid xilliga daawanaysid inta kalena aad u jeheysan tahay ama aad focus kaagu saaran yahay waxa muhiimka ku ah noloshaada waxa muhiimka ku ah hadda waxaad mudda in dadkan reer galbeedka ah ay ku soo bateen YouTube-ka rag badan dad badan oo reer galbeed ah ama Mareykanka ku noolaadaan ama Yurubaha ku noolaadaan ilaa Japan oo hadda lifestyle-kan ama hab nololeedkan ka helay una arkay inay ka heleen saacada ama yani in nafsadoodu ay ku degtay markay ay waxyaabo badan oo ay islahaayeen naftu way ku qabowaysaa markay soo gataan ay ugu qaboobayd marka ay go'aansadeen in ay bedelaan qaab nololeedkii uu noolaayeen ee hore una bedelaan qaabkan ka yara fudud oo qofka uu ku haynayo control naftiisa maxa uu rabaa maxa soo gelaya iyo maxa ka baxaya maskaxiyan iyo
materiaalkaba. Marka sida awgeed qofkii waxa uu safeguroobay lacag, waqti iyo energy. Saddexda wax ay ugu muhiimsan weeyaan qofku haday ay ka baxaan ama ay malaayicni uga lumaan uusan meel gaarinin. Runtii guud ahaan markaan arkay waxyaabahan waan ku qancay, waxaana jeclahay in aan nolosheyda qayb ka mid ah waxyaabahan aan ku dabaqo. Idinkana waxaan naga codsanayaa inaad soo baartaan, kadibna aad ila wadaagtaan waxa ay idinla tahay. Maanta barnaamijka intaasan ku ekeenaynaa, sida iyo nabadgelyo, Ramadaan wanaagsan.